أهم المشكلات سيد رعد التي تواجه القطاع الزراعي في محافظة ديالى، ولو أن ديالى هي مرآة لبقية المحافظات العراقية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان شهر رمضان كريم علينا وعلى جميع العراقيين، إن شاء الله الله ينعم عليهم بالأمن والأمان. اللهم آمين. تفضل سيد رعد. الحقيقة محافظة ديالى هو اليوم يوم 15/4 هو يوم الفلاح. المفروض نحتفل دائما كل سنة، احنا نحتفل بس السنة الدمر الفلاح اتأذى، يعني حالة الفلاح مزرية جدا. لا مع الأسف الشديد الدولة اللي ما اهتمت بالفلاح العراقي ولا المزارعين، هملتها الشريحة، هملتها من جميع الأمور. لا أسمدة كيميائية، لا مبيدات، لا ما يعني الضرر الفلاح ضرر كبير جدا في محافظة ديالى. يعني شحة المياه اللي دمرت الديالة هسه يا أخت، لا ثروة حيوانية، لا زراعة، خطة العام صيفية ما نضاوي السنة، لا خطة صيفية شتوية ولا صيفية. لا جدا بالفلاح من يعيش شلون؟ يعني هاي الدولة مع الأسف عليها اللي ما بس يوم اتخذت أي إجراء من جانب الفلاح، لا من قروض، لا من بحيرات سدود، يكتب لهم ال 2019 وكل سنه عيد الكتاب على انشاء سدود جديده. عندنا مكانات وادي حران، وادي النفط، ونهر الون، لو بس يسوون لنا سدود احنا هاي كان المياه يوم من 2013 يشهد الله اكتب لهم كل سنه عيد الكتاب على اليوم، يقولون راضين المبالغ بس تنفيذ ماكو. هاي مع الاسف شديد، يعني نقول مهنيه، لا مهنيه اكو، بس هاي مؤامره على محافظه ديالى. دمروها المحافظه ديالى، المفروض كل المحافظات تصير بها شحه مياه الا محافظه ديالى بس تدود بها. يا اخت يعني شنو ذنب الفلاح في محافظه ديالى اللي دمروه تدمير كامل؟ هسه المنتج المحل انتهى، والاستيراد 100%، استيراد 100% لمحافظه ديالى عايشه على الاستيراد 100%. مع الاسف على الدوله احنا اللي نقولها اللي ما دعمت الفلاح. هسه شنو يعني احنا مجالة من صار بها هيك تضرر الاقتصاد الوطني العراقي، تضرر في جميع المحافظات، لان الدياله هي السله الغذائيه لجميع المحافظات من جميع الامور، من التمور، من الفواكه، من الخضار. شو ويا من تحكي؟ بس ما جت دوله كل 4 سنين تجي دولة ونفس الحالة. دولة بعد أضبط من دولة، لا حد ما حد التفت على الفلاح أصلاً. اللهم ربي بس من صار المالكي دعمنا تقروض وزيادة الحنطة، الباقين ولا على بالهم، ولا على بالهم الشعب شي ياكل يشرب ولا همه، أهم شيء هو جيبه متروس وعلى على دخل بكل شيء. مع الأسف على هاي الدولة. هسه الدولة يعني أهالي الجالة طالبنا هاتر 4 احتجاجات 5 نطالب لهم ولو بنصف ايرادهم، شنو ذنبهم؟ يا اخت يعني شنو؟ طيب شنو من يعيش الفلاح؟ طيب لا خطه صيفيه العام ولا شتويه، نعم، ولا السنه الصيفيه المقبله. طيب نعم. طيب سيد رعد، الحل يعني خاصه ان يعني ربما حضرتك تطرقت الى قضيه مهمه تتعلق بفتح المنافذ الحدوديه امام المنتج المستورد، يعني وهذا بالتالي يؤثر على المنتج المحلي، لكن يعني شعبيا وهذا الواقع ايضا يعني يواجه المواطن مشكله في ارتفاع سعر المنتج الزراعي المحلي بالقياس الى المستورد. اختي العزيزه، احنا قلت لك الدياله مع طول ما صار بها خطه لا صيفيه ولا شتويه، دمر يعني جميع المحافظات تضررت. قلت لك الفلاح هو المنتج، كان المنتج العراقي يعني العام او العام. انا قلت جميع العلاوي اللي بدياله، والله الصندوق مال هذا الشجر بربع دينار، الصندوق مال طماطم 500، صندوق الخيار 500، الباذنجان 500، شنو صندوق ينباع 500، شنو ماكو دعم للفلاح. هو المستورد دمرنا ونهانا، فتحوا المنافذ وخلونا، ولا شنو ذنب اهل دياله؟ شنو ذنب الشعب العراقي باجمعه؟ ضرروه، يجيبون المستورد بامراض واشكال به. نعم. شنو ذنب الفلاح؟ هذا شوف شنو ذنب الشعب العراقي؟ ما حد يتم الدوله عافيه، دوله كل 4 سنين ننتخب وماكو فائده. هسه احنا عندنا حلول. نعم. هاي شحه المياه لو بس نعم يحولون لنا ماي من دجله
للتقسيم ماء الصدور يحولون ماء. يعني اكو بنى تحتيه مهيئه لهذه عمليه تحويل المياه او رفد؟ نعم. يعني هل هناك يعني بنى تحتيه مهيئه لمثل هكذا حلول؟ حضرتك تطرح قضيه تتعلق بتوفير الموارد المائيه او اداره الموارد المائيه بصوره يعني افضل تواجه التغيرات المناخيه وايضا يعني تحد من ظاهره التصحر. اختي العزيزه، العراق اغنى دوله بالمياه الجوفيه، اغنى دوله. يعني لو بس يسوون لنا ابار يحفرون لنا ابار، الدوله هاي هم هاي هم عزوها على الشعب. هاي يعني الشعب هسه يتظور عطش لوحه مثل شتر وحيوانيه هدت اكثر من ناس تهاجر من مناطقهم، لا ماي ماكو، الشرب ماكو، هسه لو يحفرون لنا ابار. دوله يعني دوله سيد رئيس وزراء، يعني هسه كم مره ناشد بالاذاعات بالقنوات كلها الناشد يا سيد رئيس الوزراء انتبه على شعب جاله، دا يتضور جوع، دا يتضور عطش، ثروه حيوانيه، لا زراعي، كل شيء ما ظل. يعني ما ينتبهون على شعبهم، شنو ذنبهم؟ يعني قبل يهجون من شعب العراق يا اخوان، يا رئيس الوزراء، يا رئيس مجلس النواب، يا رئيس الدوله، شويه شويه انتبهوا على شعبكم. يعني قبل السبعينات احسن من هسه شوي، اللي بالجالس مثل السبعينات، كون فيكون صار عندهم دوله ما عندها شيء ما يصير، كون فيكون هسه يبغون يحولون لنا مي، ينصبون لنا مضخات على دجله وينهون شحه المياه بجاله. بس ما حد ولا على بالهم، ولا كانما اكو فلاحين ومزارعين، ولا اكو اهالي بجاله. دوله ولا على بالها، فهمنا؟ هسه دوله تسيير اعمال، بس بها مجال اكو من يشتغل على الشعب هذا. ما يعني موت الشعب اذا ما صارت دوله، لا تصير دوله للقيف، صارت المسار بس اكو اقسام، اكو كل الوزارات لازم يشتغلون، وزراء موجودين خلي يشتغلون. نعم بالفعل. تابعه ذله، هاي ذله، هاي الشعب ذلونا، الشعب ديالش ذلوه، دمروه. يعني والله العظيم اذا اكو انصاف عند كل نائب او كل وزير او كل رئيس وزراء. نعم. بالعراق المفروض اكون اللي عنده غيره منهم يجي ينتبه على الجاله. نعم. ايه هاي اقولها، خلي يسمعوها، خلي يسمعوها كلهم. نعم. اذا اكو غيره، الف واحد عنده غيره خلي يجي للجاله، خلي يشوف بعينه، خلي يشوف المذله والاهانه اللي اصابت اهل الجاله من عطش وحرمان ومأساة، مأساة والله. نعم. مأساة. نعم. نعم توضحت الصورة. نعم. رئيس جمعية فلاحي ديالى السيد رعد مغامس، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.